الحكم نتاع الإحالة للغير، شنو مش نرجعوا للكزيرو، مش نرجعوا للزيرو. ولذا كما قلت انا قبل، اذا كنت تحب ترجعوا للزيرو ما تحبوش تبيعوا شمسة ما فهم، ما عليكم كان باش تلحقوها بالاذاعات العموميه وتخلصوا الموظفين وتخلصوا العائلات اللي قاعده تقاسي واللي عندها سنين وهي مضحيه في شمسة فهم، واليوم ناس معها عندها اشهر معناها دخل دا ولات معناها اللي قاعد نشوف فيه انا في وزاره الماليه والحكومه عموما، هي رسالة وهي سياسة تجويع العاملين بإذاعة شمس الفات. ووزارة المالية اللي البارح تحدثنا عليها دايوغ، وديما نقولوا على خاطر مالوغوزمون معنا كان تواصل معناها عبر وساطات مش نجموا نوصلوا أصواتنا، بما أنه ما فما حتى واحد اليوم عنده الشجاعة باش يخرج يقول شنو مصير مؤسسة إذاعة شمس اف ام. البارح دايوغ جاتنا برشا دي فيدباك واتصلوا بينا برشا مسؤولين اللي أكدوا كل واحد اللي فهمته خلاصة القول، مش أنا الآخر مش أنا هو في الأثناء نحن مطالبين حتى شيء. حداش اللي تلقاو حل وتشوفوها رؤية واضحة للإذاعة من هنا لسبتمبر الرأس العام للعام الجاي، أمنوا على الأقل الأجور، سهل ما طلبناش المستحيل. هاشم منويرة اهلا وسهلا، تحياتي مرحبا. اهلا اهلا بك. واحنا زين عندما نتكلم، احنا راهو ما عندناش مشاكل في الاصل مع حتى اي كان، نعم، الا في حدود انه يتجاوز اموره او يسعى الى غلق مؤسسة اعلامية قاعدة تقوم بدور كبير في تحقيق التوازن في المشهد الاعلامي، او انه يجوع الصحفيين ويجوع العاملين في المؤسسه هذه. احنا لهذا السبب تكلمنا، وباش نتكلم وباش نزيد نتكلم وباش نسمي الاسماء. راهو احنا ما نجمش نتكلم من غير ما نسمي الاسماء، لانه هكا نوليو عاد كانه الواحد سياسه نعامه. لا، احنا باش نقعد نتكلم ونسمي الاشياء باسمائها، ونحبوا فقط مثل ما قال تو متر بن حليمه تامين استمرارية المؤسسة هذه، لأنه مهمة في المشهد الإعلامي في البلاد، وتأمين شهاري الناس، تأمين شهاري الناس، لأنه راهو خطأ استراتيجي قاتل أنك تجوع العاملين في قطاع الإعلام. نفس الشيء يا زينة، نفس الشيء يا هاشمي، تو دار الصباح نفس الشيء، وقفوا الإجراءات الكل ولا بريس تبعني، وقفوا الإجراءات الكل متاع الإحالة. شبيكم هو سيد الرئيس معناه قال شو سيد الرئيس؟ ايه وك العائلات، العائلات تو الشهرية اللي فات تسلفوا لهم البنكة بسيف، ايه والشهور الجاي؟ منين باش تخلصوا الناس؟ شو سيد الرئيس قال؟ ايه سيد الرئيس قال؟ عطاش حل؟ عطاش برنامج؟ عطاش قال لدار الصباح مش نضخوا لها مليارات باش تقوم؟ قال الشمس فيها مش نضخوا لها مليارات ونلحقوها بالبريس لابريس؟ شو سيد يعني قطاع عمومي كامل هذا؟ شنو أو شبع عمومي؟ مادام سيد الرئيس قال لا مجال للتفويت في المؤسسات العمومية، نحن معناها نحبسوا نوقفوا الإجراءات ونقعدوا نتفرجوا على بعضنا وعائلات تقعد جيعانة. هذا ما قالش بيه ربي راه، لا حتى الرئيس ما قالش بيه. وفي انتظار تتحل المعضله نتاع اذاعه شمس فيه، ما فتحنا شمس بوندسي وليد الريفي.